في 2017، وعندما يفترض أنها معارك بين ميليشيا أسد وداعش في مدينة السخنة شرق حمص، يقول ضابط منشق لأورينت: فجأة جاءتنا الأوامر من قيادة العمليات في تدمر تقول هناك مدرعة خرجت من المدرسة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي، لا تتعرض لها. النقيب إياد قصار، ضابط منشق عن الفرقة الخامسة بميليشيا أسد، يضيف في شهادة لأورينت أن العربة التي جاءت الأوامر بتركها كانت تضم كبار تنظيم داعش، ورغم حصار التنظيم وخسارته الحتمية حينها، كان رد قيادة ميليشيا أسد عن الأسباب والتساؤلات أن مطاردتها أو استهدافها يعد انتحاراً لانتشار الألغام. لتأتي التفاصيل لاحقاً وفق شهادة الضابط المنشق أن العرب كانت تحمل على متنها أهم ثلاثة قياديين في داعش، وهم أبو سيف التونسي مسؤول السخنة الأمني وكبير قضاتها، وأبو المعتصم رئيس ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف، وأبو دجان الكردي مسؤول داعش عن سجن السخنة، لينتهي المطاف بقطع هؤلاء القادة التونسي والسوريين ما يزيد على 120 كيلومتراً لإكمال مهام في دير الزور دون أي اعتراض أو استهداف. وفي مثال آخر يقول قصار إنه قبيل انشقاقه عام 2018 تفاجأ بوجود عنصر داعشي في أحد حواجز ميليشيا الدفاع الوطني على أوتوستراد حمص طرطوس، أي أكثر المناطق والقرى دعماً وانتشاراً لميليشيا أسد، مؤكداً أن العنصر المعني وقع أسيراً لديهم خلال معارك تدمر لنحو أسبوعين قبل نقله إلى حمص للتحقيق. ورغم أن الداعشي المفترض كان يحمل اسم محمود أبو زر، تبين للنقيب المنشق الذي ما زال يحفظ ملامح وجهه بذاك الخيط الجراحي على طرف وجنته العلوي أن اسمه تحول لأحمد حلاق، وأبو زر ختم ملف اعتقاله بعبارة: توفي متأثراً بجراحه. وتبين الخرائط تغطية نظام الأسد لعملية دخول تنظيم داعش لريف حماة باتجاه إدلب. ولأن علاقة نظام أسد ومخابراته بنشأة داعش ونقلها واستثمارها لحرف الأنظار عن ثورة السوريين ما عادت تخفى على أحد، لا يقتصر الحديث عن شهادة الضابط المنشق، وتكفي قصة سجن تدمر المركزي على بساطتها لمعرفة ذاك التنظيم المخابراتي عندما سيطر عام 2015 على تدمر وسارع لتنفيذ أوامر مشغليه بتفجير سجنها المشهور عالمياً وحقوقياً كأحد أهم المسالخ منذ 50 عاماً إلى جانب صيدنايا لتوثيق جرائم نظام أسد باعتقال وقتل وتعذيب السوريين. في حين ومع إعلان اختفاء داعش قبل سنوات ثم الحاجة لاستدعائه واستثماره بين الفينة والأخرى، يبقى الأكيد ورغم خروج بعض الوثائق والشهادات أن الأيام كما هذه الصور لضباط النظام في داعش ستكشف بالأدلة النهائية علاقة بشار ومخابراته بالتنظيم وكافة تفجيراته التي طالت أوروبا ودول العالم لحرف الأنظار عما حدث بسوريا من ثورة شعبية محقة إلى قضية إرهاب، لا سيما أن المجتمع الدولي ومخابراته سيدفعون ثمن معرفتهم بتلك المهزلة وسكوتهم عنها لكون المشرفين على نشأة داعش ما زالوا طلقاء، تماماً كما مهزلة سكوتهم عن جرائم بوتين في سوريا لسنوات وحصاد ثمنها على حدود أوروبا في أوكرانيا.